الخيرات، صباح يا الخير. اهلا وسهلا، نورتنا بتواجدك ويانا طبعا. وفقره جميله جدا، كثير من الناس ممكن يريدون يتعرفون على ابراجهم، على كل التفاصيل الخاصه بكل يوم. لذلك اليوم احد، بدايه اسبوع، الناس تريد تعرف شنو حيصير هذا الاسبوع. اكيد الناس متشوقه للتعرف، بس خليني ارحب قبل كل شيء، ارحب بجميع متابعي قناه التغيير الفضائيه، ونقول لهم فقره الابراج فقره خاصه للاجابه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في جميع المجالات السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه، بما في ذلك التوافق ما بين اثنين، الاوقات المناسبه لاجراء عمليه جراحيه، الاوقات المناسبه لابرام عقد معين، كل ما له علاقه بالحياه الاجتماعيه بشكل عام. طبعا ارقام التليفونات راح تكون موجوده بعد ما نقرا الابراج الاسبوعيه، نفتح باب الاسئله للاجابه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم. خليني قبل كل شيء بس اتحدث بشكل عام على الابراج الاسبوعيه خلال هذا الاسبوع. طبعا اول شيء ناخذ التحولات الفلكيه بعجاله، نستعرض الخارطه الفلكيه. كوكب عطارد مع كوكب بلوتو باقتران عالي في العشريه الثالثه من مجموعه الجدي الترابيه في مجموعه الدلو الهوائيه. زحل في العشريه الثالثه يعمل اقتران على درجه متوسطه مع اشعه الشمس في العشريه الاولى، تنتقل في نهايه الاسبوع الى العشريه الثانيه في مجموعه الحوت المائيه. يتواجد كوكب فينوس، كوكب الحب، كوكب المال، كوكب الجمال في العشريه الثانيه. وفي مجموعه الحمل الناريه يتواجد كوكب جوبيتر في العشريه الاولى، يمد مواليد العشريه الاولى بطاقه ايجابيه، طبعا راح تكون جيده لجميع الامور الماليه العاطفيه. اضافه للحظوظ بشكل عام، في مجموعه الثور الترابيه يتواجد كوكب اورانوس في العشريه الثانيه، عندهم تغيرات، عندهم تحولات كثيره. في مجموعة الجوزاء الهوائية يتواجد كوكب المريخ في العشرية الثانية، ونحذر مواد برج الجوزاء من بعض يعني المتاعب بسبب تواجد المريخ. أهم الأحداث الفلكية راح يكون هو التربيع الفلكي اللي يكون على درجة عالية بين المريخ في العشرية الثانية من مجموعة الجوزاء الهوائية وفينوس الزهرة في العشرية الثانية من مجموعة الحوت المائية. طبعا هذا التربيع راح يأثر بشكل نقدر نقول سلبي على مجموعه الجوزاء الهوائيه، لانه يعني راح يكون عندهم شد توتر بالاخص على الجانب العاطفي والجانب المالي. موال برج الحوت ايضا راح يكون اكو تاثير، لكن نقدر نقول الجانب العاطفي يعني يحققون بعض الانجازات او بعض التغييرات العاطفيه، لكن بعد بذل مجهود، يعني ممكن نقدر نقول تصالح، لكن بعد بذل مجهود او بعد نعطي يعني خلينا نقول كثير من التنازلات، يعني ما راح يكون العاطفه بشكل سهل بالنسبه لهم. حركه القمر راح تكون ايام السبت، الاحد، الاثنين في مجموعه الاسد الناريه، الثلاثاء، الاربعاء القمر في مجموعه العذراء الترابيه، وفي اخر يومين من الاسبوع الخميس والجمعه يتواجد القمر في مجموعه الميزان الهوائيه. من خلال حركه القمر راح نشوف انه افضل برج هو الاسد. القمر راح يكون في المنزل الاول، منتصف الاسبوع ينتقل للمنزل الثاني، منزل المال، وفي نهايه الاسبوع راح يكون في المنزل الثالث، منزل العلاقات ومنزل التعارفات. الصداره مثل ما قلنا للاسد مع ارتفاع الى الثور، القوس والجدي، وانخفاض الى ابراج الجوزاء الدلو والعقرب. بدايه الاسبوع راح يكون ارتفاع الى موت برج السرطان، وسط الاسبوع ارتفاع الى العذراء وانخفاض الى الحوت، وفي نهايه الاسبوع ارتفاع الى الميزان وانخفاض الى الحمل. الحمل هذا الاسبوع يتوتر لاتفه الاسباب الى نجمه واحده، الثور يترقب خبر سار وله ثلاث نجوم، الجوزاء تزداد انفاقاته له نجمتين، السرطان يحقق مكسب مالي الى اربعه نجوم، الاسد قمه النشاط والحيويه خمسه نجوم، العذراء في شباك الغرام وله خمسه نجوم، الميزان يتصالح مع الحبيب الى اربعه نجوم، والعقرب عليه الحذر من الاعداء وله نجمه واحده، القوس لديه لقاء مميز له ثلاث نجوم، الجدي تتسلط عليه الاضواء وله ثلاثه نجوم، الدلو عليه الحذر من مخاطر الطريق وله نجمه واحده، والحوت عليه الاهتمام بصحته وله نجمه واحده. بالنسبه للابراج الصينيه راح تكون الابراج المرتفعه، الخنزير يحقق انتصاره الى خمسه نجوم، الحصان يسعد بصحبه الاحبه اربعه نجوم، النمر يستنشق الصعداء له ثلاثه نجوم، والكلب تزداد عليه الضغوطات له نجمه واحده. الابراج الهنديه، القنفذ يحقق مكسب قانوني له ثلاثه نجوم، والظبي يعيد من حساباته المهنيه ثلاث نجوم، والحمار مبعثر الافكار وله نجمه واحده، والابراج الدرويديه شجره البلوط الى خطوه الى الوراء وله نجمتين. طبعا افضل الابراج لهذا الاسبوع راح يكون الخنزير الاسد، واسوا الابراج الكلب الحوت في العشريه الاولى، وملك الاسبوع مولود الخامس، يعني يوم الاحد الخامس من شباط فبراير الحالي. هذا بالنسبه للابراج بشكل عام اعزائي. الاسد طيب،
انت تدري بي انا مرجل طبعا ادري بك العذراء وانا كلش والعذراء ايش قد حلو يعني اليوم الاسد والعذراء يعني ما راح اصدم بيكم زين الاسد صاعد والعذراء جدا هوايه ناس ما يعرفون بالابراج الصينيه اللي تقابل ابراجهم ماكو مقابله يعني هذه مساله خاطئه مساله المقابله كل برج صيني داخله او خلينا نقول يحوي 12 برج بابلي يعني هاي الابراج من الحمل الى الحوت هي كلها برج صيني ممكن يكون من برج الحوت مثلا التنين الحوت التنين الحمل التنين الـ يعني السنه الصيني هي سنه قمريه فبالتالي احنا نتحدث عن ابراج صينيه نتحدث الحاله العامه ما ندخل بالتخصصات يعني التخصصات طيب. لما ندخل فيها الابراج البابليه وياها الهنديه يعني امور متعدده كثيره طيب استاذ سنما يعني خلينا نتعرف عن اكثر الابراج حظا في عام 2023 اكثر الابراج حظا راح يكون برج الحمل الحمل هاي الفترة الحالية هي أفضل فترة منها إلى 18-5 بعدها راح يمر فترة خلو مسار وبعدها راح يكون أيضا جيد على الجانب المالي الحمل بالدرجة الأولى زين طيب برج الجوزاء يقولون البنات اللي برجهم جوزاء متقلبات مو البنات الولد هم متقلبات الولد والثور أنا سامع الثور لا 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 الثور بالعكس عملي براغماتي بس الجوزاء يتقلب أكيد برج هوائي يعني هو اساسا حتى يسمى عند العرب اساسا سمته بالتوأمان يعني مو الجوزاء التوأمان فبالتالي هو مزدوج بين قوسين فالجوزاء طبعا برج متقلب طبعا في الفتره الحاليه عندهم شويه شد شنو الفرق ما بين الابراج الهوائيه والناريه والترابيه الابراج الهوائيه هي الابراج اللي يعني ابراج متقلبه ابراج تطلعيه ابراج مزاجيه ازدواجيه نعم الابراج المائيه ابراج رومانسيه تصير حساسه يصير يعني خلينا نقول لكن طبعا نحس انا اسميها لانه مرات واحد لما يكون عاطفي اكثر من اللزوم يكون عنده نحوسيه يزعل على ابسط الاشياء نعم الابراج الترابيه ابراج عمليه يعني ابراج تهتم بالامور الماديه تهتم بالواقع الواقع الحياتي هم اغلبهم يكونوا ناجحين بحياتهم نعم الناس عمليين والابراج الناري هي ابراج اندفاعيه قياديه يعني نحتاجهم في القياده في امور كثيره بحياتنا اليوميه يكون عندهم حماس اكثر نعم فعلا خلينا نتعرف بما انه انا العذراء وياسر الاسد صح خلينا نعرف التوافق بينهم التوافق يعني قول انه احنا زملاء يعني زملاء يعني خلينا نقول هو لاول وهله هو توافق حلو جميل بالزماله هماتين جميل بعدين تخرب وانا انتظر اللي بعدين يصير بالعلاقات الاكثر عمق تصير بوكسات فعلا ترى هذا شيء واقعي ترى صحيح يعني ترابي بناري بالمناسبة نقطة جدا مهمة الأبراج المتسلسلة دائما تكون مشاكل بيناتهم يعني الزاوية اللي بيناتهم تكون زاوية نصف سكستايل يعني زاوية 30 درجة فبالتالي هاي تخلق إشكاليات معينة يعني لما نقول حمل ثور حوت حمل مثلا ثور جوزاء سرطان الأبراج المتسلسلة تكون مشاكل بشكل عام لكن نقدر نقول البرج اللي خلينا نقول الثاني هو اللي يتعب اكثر من البرج الاول يعني لما نقول الحمل حوت مثلا اتصال يمكن جانا نعم اي خلينا نسمع اتصالات يلا تفضل الو السلام عليكم مية هلا عليكم السلام هلا بيك وياك مينا هلا مينا والله الصراحه انا برج الدلو لا 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 تقولي لي برج الدلو اعطيني مواليدك اكو هواي ناس يعني يتحدثون عن البرج بس ما يعرفون هو برجهم صح ولا لا مواليدك مواليدي 98 اي 26/1 اي زين اي انت عجبني كلامك على الابراج بما انه انا ان شاء الله مقبل على عمل جديد راح اعرف شنو اشياء تخص العمل لا انت مقبله على عمل شنو يعني مقدمه على تعيين على هنا ما شاء الله العراقيين كلها للتعيين فرد اشوف عمل جديد فرد اشوف منظمه برجي يعني شنو تفاصيل حياتي المهنيه مثل ما تقول عمليه ممتاز بعد هسه على الحياه العمليه خلينا نقول برج الدلو برج النمر 98 يلا بعد شنو هو رد اعرف المهنيه يلا 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 هسه ان شاء الله اجاوبك تسلمين بالمناسبه اول شيء برج الدلو انت 26/1/98 برج هوائي برج تطلعي الدلو بشكل عام من الابراج اللي تعشق خلينا نقول الحياه المهنيه والدراسيه اكثر شيء ينجحون بالدراسات العليا ينجحون بالكل شيء له علاقه بالدراسه هم متفوقين به النمر من الابراج القويه من الابراج الجذابه من الابراج اللي كلنا نرغب نحكي ويا مولد برج النمر بالاخص النساء يكون عندهم جاذبيه خاصه الدلو النمر من الابراج الناجحه عمليا بالبصمه
سمعيها من عندي عمليا بالبصمه، يعني ماليا خلينا نقول على جانب الدراسات، على جانب اي حياه عمليه انت قادره على اداره مشروع كامل. لكن على الجانب العاطفي للامانه اغلب مولودات برج النمر يواجهن مشاكل على الجانب العاطفي بالرغم من جماليه وحلاوه. والسبب الاساسي يرجع انه انتم من الابراج اللي نمر هنا، من الابراج يعني بين قوسين اقدر اسميها مو حساسه، يعني ليست رومانسيه، التعامل مع الطرف الاخر راح يكون تعامل بشد، بالتالي يعني تهيئين الى الاخرين بانه اكو نوع من الغرور عندك او نوع من النرجسيه او كذا، فبالجانب العاطفي تواجهين متاعب، لكن بشكل عام بالجوانب العمليه الجوانب المهنيه رائعه جدا. بالمناسبه السنه اللي راحت كانت سنه النمر وكانت جيده للدلو ايضا بالنصف الثاني. السنه الحاليه الحد 15/3، سجلي هذا التاريخ، الحد 15/3 فتره رائعه للنمر، رائعه. بعد 15/3 ندخل بالصيف راح تنزل المؤشرات تدريجيا وراح يرتفع مولد برج الدلو على نهايه السنه، يعني عندك اول 3 اشهر او من 15/3 وعندك 3 اشهر الاخيره بالسنه ايضا جيده بالنسبه لك، هذه خلال هذه السنه. اوكي؟ يلا بعد شنو عندك؟ نعم يلا. يلا جمعه، يلا جمعه. يلا جمعه. ها زينه، يلا زينه زينه. يلا زينه تفضلي. زينة من الأنبار، تفضلي يا زينة، شنو الاسم الحلو هذا؟ صباح الخير. صباح الخيرات، مية هلا بيك. أنا اسمي رقية. ها رقية، يلا قالوا لي زينة يلا يلا رقية تفضلي. أنا مواليد 2002. 2002 حلو. 18/10. هذا في برج لحظة، أنت 18/2 18/10/2002. 15/10 عندك رقم حظ 6 حلو، 15/10/2002 يلا، هذا برج الحصان وبرج الميزان. يلا اسالي يا رقيه. يعني اشوف لك نجاح هاي السنه. نجاح. انت بيا مرحله يعني كليه لو شنو بيا مرحله انت؟ انا سادس اعدادي. سادس اعدادي. اي. نجاح بالبصمه ان شاء الله، بالبصمه. برج الحصان وبرج الميزان، روعة، صاعد معلق، حلو حلو، اطمئني. ان شاء الله تنجحين، تنجحين، بس مو نجاح. اوقفي اوقفي. هلا بيك على راسي، انت واهل رمادي، بس اوقفي لحظة، انا قلت لك نجاح، مو تروحين تقعدين خلاص بعد، لا، يعني هم اكو مثابرة، بس هذه المثابرة الحظ يبتسم لك مع المثابرة، خلي بالك، اكو بعض الأشخاص الحظ يعني اكو مثابرة بس الحظ ما يبتسم لهم. انت بالنسبه لك برجك صاعد، يعني الحظ يبتسم لك مع المثابره، يعني تدرسين راح تحصلين ان شاء الله لان الحظ يبتسم لك. اوكي؟ انا حظ زين. هو هاي السنه زين، هاي السنه راح يبتسم لك ان شاء الله زين. اي يلا تحياتي. بعد شنو عندك؟ قولي. 6 مواليد. مواليد؟ مع السلامه. ها 100 هلا، تحياتي، هلا بيك. طبعا كانت زينه، زينه اسم بقوه. نعم. واغلب اللي يعني اللي اسمهم زينه يكونون يعني موقعهم بالفن، خلينا نقول بالرسم، بالامور يعني يعني تنجح بهذه الامور، تنجح بالامور اللي اقدر اسميها الادبيه اكثر شيء، الامور الفنيه يعني. نعم. اسم زينه ينطي طاقه بهذا الجانب، فهم الاسماء الصاعده. زين، يقال انه لكل انسان حصه من اسمه. صح. زين، شلون يعني اريد تتحدث لنا عن هذا الموضوع؟ مو حصه، شوف الانسان بشكل عام هو عباره عن خليط متناقض من ابراج متعدده، برج هندي، برج صيني، برج درويدي، برج بابلي، طوالع، طالع هندي، طالع صيني، طالع بابلي، طالع درويدي، برج عربي، بتلاحظ شلون؟ طالع عربي، ارقام حظ، اسم، خليط متعدد، الاسم ياخذ حيز تقريبا 5 الى 6%. يعني انت من 100% اكو 6% تقريبا، 5 الى 6% هذا للاسم. فالشخص اللي اسمه ما محظوظ هو طير من السته راحت، خلينا نقول، او اخذ له واحد من سته هيك. نعم. وهكذا. انا ما اتكلم عن نفسي، لكن انا سامعه او يقال انه منار مو اسم متوسط محظوظ يعني. لا لا لا، متوسط متوسط متوسط، مو سيء ولا جيد، متوسط. طيب خلينا ناخذ، يلا خلينا ناخذ الاتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا. علي عدنان من الفتاح. عدنان تعاني. يلا عدنان. مواليد 74. حلو، 74. يلا بعد، يا يوم ويا شهر. 1/1/1974. لا هسه مو حلو، بس كمل يلا، مو مشكله. اي ايه، انا اريد
شوف حظي شو مالي مريض فرد مرة متي شنو شنو حظك شنو مرة ثانية شنو؟ السكر عندي مرض. ها عندك مرض اكو عراقي ما بيه سكر؟ هذا مو فد يلا اوكي اوكي سكر بعد. ايه عليك عليك شوف حظي شنو علي برجان السعاني. هسه انت شوف حظك والله شو اقول لك؟ انت من الاشخاص اللي المثابرين، حياتكم كلها عباره عن مثابره في مثابره. يعني الحظ ما يجيك بسهوله نهائيا خلي ببالك. انت برج الجدي، برجك الصيني برج البقره، الابراج المائيه، برجك البابلي برج الجدي. يعني الجدي مثابر والبقره من الابراج المثابره. لكن خلي في بالك للبقره نصر. للبقره نصر ونصر مو طبيعي، يعني لما نحشي نتكلم عن برجك انت هنا بدنا ناخذ بنظر الاعتبار البرج الصيني من الابراج اللي قفزات كلش قويه تكون عندهم، لكن بمثابره، خليها ببالك، الحظ ما يجيك بسهوله نهائيا. هذه السنه عندك تغيير كلش حلو بالصيف، يعني خلينا نقول فتره الرابع، الخامس، السادس، هذه راح تكون فتره رائعه جدا، البقره راح ترتفع بيها وبرج الجدي هم راح يرتفع بيه. اوكي؟ ركز لي على هالاشهر هاي، الرابع، الخامس، السادس، ممكن السابع ايضا، فتره الصيف خلينا نقول، هذه الفتره راح تكون جدا جيده بالنسبه لك. هسه مرض السكر هذا مرض عضوي يعني ما يعني هذا ما له علاقه بالابراج بس للامانه اقول لك اياها معظم العراقيين هسه لو سكر لو ضغط يعني حاله اعتياديه هاي مو فد شيء. اذا تسالني على الجانب المالي ركز وياي على الجانب المالي انت من الابراج الصاعده هذه السنه وابشرك بالفترات اللي ذكرت لك اياها برج البقره صاعد ماليا الجدي ايضا عنده صعود مالي جيد زين السنه القادمه بالمناسبه ايضا راح يكون من الابراج الصاعده السنه القادمه هم حلو راح يكون البقره والجدي هماتين بالاخص بالنصف الاول يلا تفضل تفضل حسام يلا يا حسام يلا حسام عليكم السلام دكتور انا حسام مواليد 84 15/3/84 يلا حسام الحوت الفاره شنو سؤالك يا حسام؟ اريد اعرف حظ هاي السنه يعني حظك هاي السنه حلو بعد بس حظ؟ ايه ورزقي ممتاز حلو والصحه والصحه نعم زين هسه اسمعني يا حسام اول شيء نبدي باهم شيء بالنسبه لك هذا اهم شيء اريد ابشرك به بالنسبه للرزق انت برج الحوت هاي السنه برج الحوت من ناحيه الرزق جيد جدا بشرط ببذل مجهود اكو فرق ما بين تبذل مجهود ما تحصل او خلينا نقول المردود قليل انت برج الحوت هذه السنه راح تبذل مجهود راح تحصل هذه السنه تكون جدا جيده لك على الجانب المالي لكن بعد بذل مجهود وبالاخص راح تبدي بعد 8/3 راح يدخل كوكب زحل عندكم راح يخليكم تبذلون مجهود لكن ال- 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 نقدر نقول النتائج او الثمرات مضمونه فماليا اطمئن تبذل مجهود تحصل عندك مشروع ادخل عليه راح تحصل بالاخص على نهايه العام اي مشروع في بالك اي فكره لها علاقه بالماديات هي جيده بالنسبه لك اطمئن على جانب الحظ والجانب الصحي نقدر نقول لا هنا اكو راح يكون تعب بالاخص على الجانب النفسي لانه عندكم زحل راح يدخل بالحوت تحديدا بتاريخ 8/3 هنا عليك انه يعني شويه يعني تحافظ على خلينا نقول تحافظ على حتى الجانب النفسي بالتعامل مع الاخرين تكون هادئ اكثر لكن على الجانب المالي اطمئن من الابراج الصاعده جدا زين حسام برج الحوت وبرج الفاره طبعا بالمناسبه الفاره هم من الابراج اللي تصعد وتنزل يعني تقمص فاره اكيد اي منه ومنه ما يعني ما يلزم انه مرات تشوفه صعد مرات تشوفه نزل الفاره فتره الربيع حلوه بالنسبه لها بشكل عام هاي السنه الربيع حلو لها لكن الحوت بشكل عام من الابراج انا اعتبرته من ثاني افضل ابراج لهذا العام على الجانب المالي يلا محمد محمد يلا محمد محمد علي صوتك صباح الخير صباح الخيرات علي صوتك محمد ما اسمعك زين مره ثانيه المواليد ما سمعتك زين اي 12/5/91 محمد برج الثور وبرج العنزه يلا محمد حدد سؤالك لو تقدر حلك شخصيتك بالكامل اريد اسال عن العمل والنفسيه شوي تعبان العمل والنفسيه وياي محمد النفسية أنت تجيبون المشاكل لنفسكم برج العنزة برج ازدواجي مزاجي حساس يتفيك أكثر من اللازم يعني أنت تجيبون المشاكل لنفسكم خليها ببالك
ما عندك انت كحاله، خلينا نقول بشكل عام انت من الابراج الحلوه. ثور برج العنزه، العنزه شوف العنزه من الابراج الطيوبه اللي ما تحب المشاكل، ما يحبون القيل والقال وهالمسائل هذه، بس مشكلتكم نحسين، يعني حساسين اكثر من اللازم وطيوبين اكثر من اللازم ايضا، يعني انتم عرضه للاستغلال، اسمعها من عندي، انتم عرضه للاستغلال، دير بالك. الثور برج عملي، الفتره الايجابيه اللي راح يرتفع بها برج الثور مع برج العنزه تحديدا اقدر اقول لك اياها شهر التاسع العاشر الدعش من هذه السنه. ليش؟ لانه بالنصف الثاني وتحديدا اقدر اقول ورا 18/5 كوكب الحظ جوبيتر راح يروح للثور، راح تكون الحظوظ كلها مع الثور، لكن العنزه شو وقت ترتفع؟ ترتفع في الشهر التاسع والعاشر، التاسع والعاشر والدعش من السنه من هذه السنه عفوا. فبالتالي اعظم فتره راح تكون توب بالنسبه لك هي بهاي الثلاث اشهر. اطمئن، جانب العاطفي حلو، جانب العملي هماتين جيد، استغل النصف الثاني كلش حلو بالنسبه لك راح يكون، النصف الثاني تملى باج الصاعده. الفتره الحاليه الربيع جيد للعنزه، للثور لا، يعني خلينا نقول الشهر الثالث الرابع عندك فرص حلوه تتذكرني عليها. الثالث والرابع اذار ونيسان ابريل، اوكي؟ يلا. وعاد شنو عندك محمد؟ راح محمد يلا. يلا راح محمد. طيب نسال عن اقل الابراج حظا لهذه السنه. اقل الابراج حظا لهذه السنه يعني نقدر نقول الجوزاء. الجوزاء ليش؟ لانه المريخ استثنائي بالجوزاء، المريخ عاده يبقى في كل برج شهرين، تقريبا شهرين يبقى. هذه السنه هو الحقيقه من العام من يوم 22/8 دخل المريخ بالجوزاء، يبقى ست اشهر او بقى ست اشهر، خلينا نقول بقى فتره معينه وباقي له لحد 15/3 بعده بالجوزاء. هاي الفتره كلها شد للجوزاء. يلا يا صادق، يلا يا صادق. السلام عليكم. عليكم السلام، مية هلا. هلا صادق، شلونك حبيبي؟ حبيبي مية هلا حبيبي. 6/6/83 6/6/1983 برج الخنزير. أيوة. برج الجوزاء. هسه قبل شوي حكينا، وانا مقبل على الزواج اذا ما تصير زحمه. زين انطيني الشريك، انا ما راح اخرب قسمتكم، بس انطيك المواصفات حتى لا تخسرها اذا كانت خوش ادميه مثلا، حتى تعرف شلون تتعامل وياها. يلا اعطيني مواليدها. مواليدها، مواليد الشريك. الشريك مواليدها اي 25/1. زين 78 كلش حلو. زين هسه انا راح احكي عن برجك بشكل عام، وراح اقول لك ايش وقت الاوقات الايجابيه اللي خلينا نقول لعقد قران للجانب العاطفي. زين اضافه لهذا راح احكي لك ايضا عليه هي بشكل عام حتى تعرف شلون تتعامليها وتكسبها بين قوسين. اول شيء كبرج الجوزاء، وبرجك بالابراج الصينيه برج الخنزير. الجوزاء من الابراج الهوائيه، من الابراج المزاجيه، ومن الابراج الكلاميه الفضوليه بين قوسين. زين الخنزير من الابراج الطيوبه والابراج المحبوبه جدا والبعيده عن جانب المنافسه او ما الى ذلك، يعني من الابراج السلسه الحلوه اللطيفه. الجوزاء لما يقترن مع الخنزير، هاي شخصيتك انت يا صادق، يعطينا شخص محبوب طيوب حساس كلش اذا وصل في مرحله معينه خلينا نقول من التاثيرات او من الضغوطات، ممكن ينحرف بين قوسين، لكن انحرافه ليس سيء. او حتى اقرب لك الصوره اكثر، احلم الحليمه، عفوا احذر الحليمه اذا غضب، هذا ينطبق عليك. هسه الان راح اعطيك الاوقات الايجابيه بالجانب العاطفي بالنسبه لك كبرج الجوزاء وكبرج الخنزير. افضل فتره راح تكون عندك، انتبه علي، من 11/4 الى 7/5، 11/4 الى 7/5 هذه افضل فتره عاطفيه لعقد قران، لخطوبه، لاي شيء له علاقه بالعاطفه، للتصالح، خلينا نقول للعلاقه الحميمه مع الحبيب، من 11/4 الى 7/5، واحنا مقبلين على هاي الفتره ان شاء الله، فانت هاي الفتره استغلها يا صادق. خلينا نجي على خطيبتك او حبيبتك او 25/1/1978 برج الدلو، برج الحصان. انتبه على هاي النقطه كلش مهمه. الحصان من الابراج العمليه، انا اسميهم برج الحصان، هم الابراج البعيده عن الرومانسيه، ابراج عمليه يعني بعيد الحب، بعد كم يوم دير بالك تودي لها ورده، ما راح تتقبلها من عندك، هذول يردون فد شيء ثقيل، فد شيء بفلوس. هسه افتهمت الحاله؟ حاول ان تتعامل مع الحصان تعامل عملي، لان هي انسانه عمليه، طبعا هي الامراه بشكل عام تحتاج العاطفه، لكن الحاله هنا هي حاله عمليه اكثر من كونها عفوا انسانه عاطفيه رومانسيه، بتلاحظ شلون؟ ما تهتم بالكماليات، تهتم بالاساسيات، انتبه، الكماليات والاساسيات. يعني داخل البيت عطلة الثلاجة، تروح تجيب وردة بارفان، مولد برج العنزة تهتم بالكماليات، أنت أهم من الوردة، أهم من الثلاجة ومن
الغساله من اهم شيء، عطل بالبيت، عندها الورده اهم، عندها البافان اهم. لكن برج الحصان اللي هي خطيبته خلينا نقول لا، هاي الحاله مختلفه، هذه انسانه عمليه تهتم بالعمليات بالامور العمليه والاساسيه اكثر من الكماليات. هذه القاعده اذا فهمتها راح تعرف شلون تتعامل بها بشكل ايجابي وجيد. للمعلومات ايضا هذه شخصيه ايضا هي شخصيه ليست سهله وسلسه، انتبه عليه، شخصيه ذكيه، شخصيه ناجحه، شخصيه قادره على ان تدخل في معترك الحياه بشكل ايجابي وجيد وتفرض وجودها ايضا، لكن هي مو من الشخصيه اللي يعني السيد ما ينجح وياها، ويا السيد ما ينجح وياها، دير بالك، يعني هذه شخصيه شرطه، شخصيه قويه. زين يلا يلا اتصال اخر. يلا يا دريد. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك؟ تمام ميت. هلا دريد. كرار علي وياك. دريد لو كرار. 5/2/1992. انت دريد لو كرار. شنو يعني؟ انت دريد، قالوا لي بالكنترول دريد. دريد انت لو كرار. كرار كرار. ها كرار. يلا 5/2 ايش قد؟ 92. حلو حلو. هس زين، هم دلوها، شنو الدلو ويانا اليوم؟ كم دلو؟ زين. دلو برج القرد. يلا. يلا يا كرار، شنو سؤالك؟ كرار سؤالك، سؤالك. يلا يلا هو اللي انقطع كرار. يلا برج الدلو وبرج القرد. طبعا برج الدلو من الابراج اللي قبل شوي حكيناها، من الابراج اللي عندها صعود جيد بالاخص على الثلاث اشهر الاخيره من السنه، الفتره الحاليه ايضا عنده صعود. برج القرد، القرد 92، السنه الماضيه كان من الابراج اللي تعب كلش كثير بسنه النمر، السنه الحاليه يستنشق الصعداء. هاي السنه حلوه لك يا كرار، بمعنى الكلمه حلوه لك، الفترات القادمه جيده، القرد راح يصعد. بالمناسبه القرد عندهم اخبار ساره بشكل عام، يعني هاي المعلومات عامه مو بس لك يا كرار. مولد برج القرد هذه السنه هم عندهم بشاره للاشخاص اللي ينتظرون جنين مثلا، او عندهم شيء له علاقه بالحياه الاسريه. مولد برج القرد بشكل عام الابراج الصاعده، فاطمئن وان شاء الله يعني تسمع اخبار حلوه وجميله. خلصنا من الاتصال مال يمكن راح كرار. اي نعم. كان سؤالكم على شنو بوقتها؟ يمكن اقل الابراج حظا لهذا العام. اقل الابراج حظا الجوزاء، لانه قلنا يوم 25/3 يستنشق الصعداء الجوزاء تدريجيا، لكن بشكل عام هو يعتبر من الابراج اللي يحتاج بذل مجهود بشكل عام. نورتنا. كل الشكر لك سنة، انا نورتنا بتواجدك ويانا، وفقره جميله جدا، نامل انه كل مشاهدينا استمتعوا بها، وان شاء الله راح تكون متواجده على مدار يومين بالاسبوع. ان شاء الله. تحياتي. شكرا لحضرتك يا استاذ سينما الفلكي، اكيد نورتنا وشرفتنا. الشرف لي. تحياتي. ان شاء الله. شكرا لك.